السلام عليكم الناس. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم الورقه بطريقه بسيطه. هاد العجينه البنات بسيط، ما فيهش مقادير كثيره، متوفره دائما في البيت. غادي تكون من جوج كيسان ديال الدقيق الابيض، كاس لا روب ديال الماء، ونصف ملعقه ديال الملح فقط، هادشي اللي كنحتاجو في العجين. غادي نبدا ان شاء الله العجين. هو الاول غادي ندير الكاس الاول، كاس العنبه البنات كيكون فيه تقريبا 100 غرام ديال الدقيق بالنسبه اللي بغى العبار ديالو بالغرام. يعني هنا غادي ندير تقريبا جوج كيسان ديال العنبه فيهم 200 غرام ديال الدقيق الابيض. غادي ندير فيه تقريبا نص ملعقه ديال الملحه كيف كتشوفوا، وغادي نبدا نعجن بداك كاس لاروب ديال الماء كيف كتشوفوا. هذاك كاس لاروب راه ما كتحتاجوش انكم تزيدوا عليه حتى انقطه ديال الماء، لانه كافيه البنات. يعني بالعبار 150 ملل اللي غادي تستعملوا في هذاك الماء، والا بجد بكاس العنب راه كاس لاروب كيف كيبان لكم. هنا كنضيف بشوي بشوي وانا كنجمع الجوانب ديال العجين، وهنا كنضيف كميه قليله من الماء وانا كنجمع. يعني كنبدا كنضيف هذاك الماء وانا كنجمع الماء البنات. الاشاره راه من الروبين يعني بارد، ولا قدرتوا تحطوه في الثلاجه داك كاس لاروب ديال الماء حتى يبرد مزيان عاد تعجنوا به كان افضل. يعني انا كنعجن به بارد تماما. هنا جمعت العجين، كملت هذيك كاس لاروب ديال الماء كيف كتشوفوا. غادي نجمعوا هنايا، نجمع لي الجوانب، تكون العجين قاصحه. غادي نحيد كاع العجين اللي في الفصابع ديالي واللي في الانيه، وغادي نرجع باش ندلكو معكم شويه باش تشوفوا كي غادي نحصلوا عليه من بعد. هنا كيف كتشوفوا البنات كندلكها، كندخل دوك العناصر كاملها بعضياتها وكندلكها مزيان حتى كتجمع، وكنحصل على عجين رطبه كيف كتشوفوا هنايا، عجين رطب. غادي نحطه هنايا في هذا الاناء، ما كندير لا زيت لا والو. كيف كتشوفوا العجينه راه قاصحه حنت. غادي نخليها ترتاح، عاد غادي نبدا كنقطع كويرات صغار. الا خليتها البنات متلوقه وعاد تلقات ما غاديش تقدروا تخدموا بها. هنا غادي نغطيها كيف كتشوفوا بالسلوفان، وغادي نخليها في المطبخ هنايا فوق الكونطوار فاش كنخدم حتى ترتاح. عاد من بعد غادي تشوفوا كيفاش غادي نقسمها. هنا بدات كيف كتشوفوا من بعد ما ارتحت لي العجينه شويه واحد 10 دقائق، كيف كتشوفوا كانت العجينه قاصحه، ودابا نتوما غتشوفوها طابط وتلقات راسها. هنا البنات غادي ناخذ شويه ديال النشا، وغادي نبدا غادي نرولي شويه داك العجين باش نبدا نقطع فيه. غنقطعوا هاد العجين كريات صغار تقريبا ما يفوتش الحجم ديالهم القرقاعه تقريبا، يعني حبه الجوز تقريبا، ما تفوتش على داك القياس، حيت من بعد غادي تورق وغادي تعطينا القياس حجم لا باس به. هنا غادي نبدا كنقسم، نحاول ندير قياس يكون قد قد تقريبا. الا بغيت نعبر ما نفوتش 25 غرام 20 حتى 25 غرام. الا بغيت نعبر بالميزان، الا بغيت ندير عيني ميزاني كيف كتشوفوا، غادي نبدا كنقطع كل طرف على جوج، كل قطعه على جوج حتى كنخرج القياس اللي بغيت انايا. هنا تقريبا غادي يعطيني في الاخير مني غادي نبدا كنقسم في دوك القطع 12 كره صغيره. هذا هو القياس اللي غادي يخرج لكم تقريبا هذيك الكميه ديال 200 غرام في الدقيق اللي هي جوج كيسان ديال العنبه. هنا غادي نبدا كنقطع وانا كنقاد لهم القياس باش يجيوني تقريبا بنفس الحجم كيف كتشوفوا. هاد الورقه في هذا الوقت ما غاديش نلقاوها على برا، حنا ما الا عشقنا شي حاجه نصوبوها بريوات ولا بسطيله ولا مراقات ما نحتاجوش اننا نحصلوا، بالعكس هذه بديل. يعني من اول مره تجربوها غتنجح لكم ان شاء الله. كيف كتشوفوا غادي نبدا نكور الكويرات، كنكور الكويرات وكنحط حتى نكمل الكميه كلها هي اللي عندي، ونغطيها ببلاستيكه غذائيه ترتاح. عاد غادي نرجع باش تشوفوا كيفاش غادي نورقوها، وباش غادي نورقوها في هذا الاثناء غادي نستمر انا في دوك الكريات كاملين كيف كتشوفوا.
هنا من بعد ما ارتحت ليا البنات غادي نوري لها دابا غادي نبدا. هنا كنحتاج للطرق النشاء البنات وزيت نباتيه فقط. هنا غادي نبدا بالكره الاولى من بعد ما ارتحت ليا غادي ندير كميه لا باس بها يعني كميه شويه ديال النشاء وغادي نبدا كنورق. هنا كيف كتشوفوا البنات كنورق بطريقه عاديه وعاطيه يعني لجينا الطعم بعد ما ارتحت. داكشي علاش قلت لكم قبيله تكون العجينه قاصحه باش ما تجيكمش صعيبه. الا كانت في الاول جريتوها من بعد ما كترتاح كتولي صعب اكثر. هنا ها القياس ديال الكريات ما كيكونوش رقيق بزاف غادي نحطها في الجانب وغادي نبدا في الكره الاخرى. هنا كنعاود حتى هي ندير لها النشا من التحت ومن الفوق وكنبدا كنبسطها بلا ما دلك كيف كتشوفوا. هنا البنات ما تحتاجوش انكم يعني تشريو الورقه وما نحتاجوش اننا نخرجوا حاليا نبقاو في المنازل ديالنا ونخدموا بالاشياء اللي متوفره عندنا حتى حاجه ما تصعب علينا. واللي عشقنا ان شاء الله في رمضان المبارك نصوبوها من المنازل ديالنا وبطريقه بسيطه كيف كتشوف. هنا البنات غادي نعاود ندير الكره الثالثه وغادي ندير لها النشا من التحت ومن الفوق كيف كتشوفوا غادي نقرصها او نورقها بعدا كامل لك مزيان. وانا كندورها هنا غادي نحطها غادي نقاد لها الجوانب ديالها باش تجيني شكل دائري تقريبا. هذيك الحاشيه البنات ديال العجين نحاولوا نقادوها باش تجينا دائريه. هنا غادي نصاوب الورقه الاولى او الكره الاولى اللي بسط غادي نحطها وغادي نقادها تجي دائريه تقريبا. غادي نجيب الزيت النباتيه وغادي ندهنها مزيان كيف كتشوفوا كندهن مزيان كندهنها كل هي الجوانب الوسط كلشي كندهنو. هنا غادي نجيب النشا وغادي ندردرو عليها من الفوق يعني نرشها مزيان بالنشا. هنا البنات كنستعمل انا يديا باش نبسط لكم كلشي الامور حتى حاجه ما تصعب عليكم. كيف كنقول يعني ممكن ديروا شبيكه وديروا فيها النشا ونبداو كترشوها كتهزوها كامل الفوق وكترش لكم. ممكن تستعملوا يديكم فقط. انا كنبسط لكم الاشياء باش يجيكم كل شيء سهل. هنا ثانيا غادي نحط الكره هي فوق منها كيف شفتوا غادي نعاود ندهن الكره الاخرى من الفوق. مزيان وغادي ندردر عليها ثاني النشا كيف كتشوفوا. انا البنات راه ما قطعتش الفيديو باش تشوفوا كيفاش وحده فوق وحده تجي. هنا غادي نهز الكره الثالثه اللي بالصد وغادي نقادها فوق هذوك الجوج اللي سبقوا كنقاد لهم الجوانب باش يجيو تقريبا وحده فوق وحده فوق وحده ملي نكونوا كنسرحوهم ما يتفرقوش على بعضياتهم. هنا الكره الاخرى ما كنستعملوش باقي فيها الزيت نهائيا يعني دابا غادي نورق بالنشا فقط. غادي نحط النشا من تحت وغادي نحط الكريات بثلاثه اللي بسبق ليا بسطهم شويه وغادي نحط النشا من فوق عاد غادي نبدا كنبسطهم مزيان. فهاد الاثناء غادي نبسط على القياس اللي بغيت يعني السمك ديال الورقه اللي بغيت نحصل عليها نبسطهم مزيان حتى يرقاقوا ولكن ما نبالغوش البنات يعني ما نبالغوش لدرجه انها تولي كتثقب او كتقطع من بعد ما غاديش نقدروا نفرقوهم على بعضياتهم. يعني نديروا الطرق اللي في القياس غير مبالغ فيه باش نحصلوا على الورقه وفي نفس الوقت ما نتعصبوش معها ما تبغيش تفك لنا وحده من فوق وحده. هنا البنات هانتوما كتشوفوا بدا كيبان ليا يعني العجين. هنا غادي نسوسو تقريبا النشا وغادي نحطو كيف كتشوفوا يطيب مباشره. هنا البنات حطيت المقله فوق البوطه وشعلت عليه على نار مهيله وقلبتها على الظهر ديالها فين كان طيب
كيف كتشوفوا غادي نحطها دقيقة على كل جهة، غادي نحطها فقط يبدا اللون ديالها بحال كي يعني بحال كتبدل اللون ديالها، وكنقلبها على الجانب الاخر في البلاصة، يعني دقيقة تقريبا. هنا هذا هو الوقت، ما قطعتش نهائيا الفيديو باش تشوفوا كيفاش القياس ديال الثياب. هنا بعد ما كنقلبها مباشرة كتبدا كيتفرقوا ليا الورقات الراس من الحاشية ديال العجين، كيف غادي نوريكم هنايا هانتوما في البلاصة، يعني اون فوا كنقلبوها للجهة الاخرى كتبدا كتحل الورقة على ختها. في هذا الاثناء هنا راه صافي عليها، ما كتحتاج انا نزيدها الثياب نهائيا، حيت ما خصهاش طيب، فقط يعني بحال كتشم علينا من الفوق، كنسوس على داك النشا اللي بقى فيها من الفوق، وهنا كنبدا كنحلها وهي باقا سخونه، ما نخليوهاش حتى تبرد البنات نهائيا باش ما تعاودش تعرق وتلتصق مع بعضياتها. هنا كيف كتشوفوا كتحل بكل سهوله، داكشي علاش قلت لكم ديروا ثلاثه الكرات فقط، حنت الا يلا وديروها اول مره ودرتوا اربعه او خمسه او سته الكرات يعصبوكم او يتلصقوا لكم يعني بلاش. هنا غادي نستعملوا طريقه بسيطه، هي نديروا ثلاثه الكرات باش تجينا سهله، بهذه الطريقه كتحل لنا بسهوله وكتجينا الكرات ديال العجين رقيقه كيف بغينا. هنا غادي ندهن الكره الاولى بالزيت او الورقه عفوا بالزيت، زيت نباتيه فقط، وغادي نبدا كنحطو حتى فوق وحده باش ما يلتصقوش ليا، وغادي نحطهم كيف كتشوفوا في بلاستيك غذائي من بعد باش ما ينشفوش ليا البنات. دائما الكميه اللي طيبنا نحطوها في بلاستيك غذائي. البنات للاشاره الكميه اللي بسطنا ديال الكرات هي في البلاصه اللي نطيبو، يعني ما نبسطوش دوك 12 كره عاد نبداو كنطيبو، لا هكا كتنشف العجينه وما كتجيناش زوينه. ثلاثه الكرات بثلاثه الكرات، يعني الكرات اللي بسطنا بثلاثه نطيبوهم ونفرقوهم كيف كتشوفوا، ندهنوهم بالزيت النباتيه ونحطوهم في بلاستيك غذائي كيف دابا غادي ندير كيف كتشوفوا دروكا، ونحطهم عاد نبدا ثاني في الكريات ثلاثه، يعني ثلاثة بثلاثة أو أربعة بأربعة كيف ما حبيتو. هنا حبيت نبسط لكم الأمور، هنا البنات غادي نحطها في الجانب ديالي نخليهم هكا، وغادي نبدا كنبسط في كرة أخرى كيف كتشوفوا بنفس الطريقة، كنستعمل النشا للتبساط، يعني ملي كنبغي نورق الكرة ديال العجين كندير النشا فقط كيف كتشوفوا. هنا كنبسطو الكرة الثانية كيف كتشوفوا بالنشا فقط كيف كتشوفوا بنفس الطريقة، كنبسطوهمش مزيان يعني كنبسطوهم شوية يعني كتسرحو واحد شوي، وكنحطوها وحدة لخرى. هنا البنات منحتاجوش أننا نرققوها لدرجة أننا، بالعكس يتبسط واحد شوي ونحطوها. هنا غادي نحس كريه ثالثه كره صغيره، غندير من تحت من عند النشا وفوق من عند النشا، وغادي نورق كيف كتشوف. هنا العجين سهل حضرته ورطب، يعني عاطيني ضعف الخدمه، ما نحتاج انني نتعذب، غادي نورق وانا كنقدل الجوانب ديالها. هنا البنات استعملت معكم هذه الطريقه هي سهله من اول مره تنشح لكم ان شاء الله، وكاينه طريقه اخرى الا بغيتي نصاوب معكم نضرب الورقه فوق المقلات وانتم كتشوفوها مباشره، خليو لي في لي كومونتير نصاوب معكم شي فيديو اخر فيه الورقه بالشكل الصحيح نضربها كيف ديال كيف تنقولوا ديال الزنقه. هنا فقط غادي ندهنوا بالزيت النباتي من بعد ما بسطناها
الكرة الأولى ونرشوها كيف كتشوفوا بنشا. كنديروا الكرة الثانية، يعني العجين ديال الكرة الثانية كنقد للجوانب، يجي وحدة فوق من وحدة تماما. هنا كنقد للجوانب، كنعاود دهنا زيت نباتية وبكيمياء، كنأكد لا بأس بها، حنت هذيك الزيت والنشا اللي كنديرو هي اللي كتفرق لنا بين الورقة والورقة، ما كتخليهاش تلتصق لينا ملي كنطيبو كنبغيو نفرقوها، ما كتخليهاش تلتصق لينا. هنا كندهن بالزيت النباتي كيف كتشوفوا مزيان، وغادي نرش النشا كيف كتشوفوا. هنا البنات كندهنوا جوج المرات، يعني من فوق الكره الاولى وكنرشوا بنشا، ومن فوق الكره الثانيه وكنرشوا بنشا فقط، يعني جوج المرات. المره الثالثه كنستعملوا نشا فقط، مابقاش كنديروا الزيت نهائيا. هنا غادي نضيف الكره الثالثه كيف كتشوفوا، العجين ديال الكره الثالثه. غادي نقاد الجوانب، غادي نسرحها فوق من عندك جوج كرات لصق ليا. هنا البنات درت لكم ثلاثه الكرات، ممكن ديروا ثلاثه اربعه خمسه، يعني اقصى حد حتى لسته، يعني هذه الكميه ممكن تورقوا انتم جوج المرات فقط، ولكن انا باش نسهل عليكم وما تصعبش عليكم وتجيكم حتى في الحله سهله، درت ثلاثه الكرات. هنا كيف كتشوفوا درت النشا من تحت من الفوق وكنسرحها بالمدلك. هنا كنسرحها حتى كنحصل على القياس اللي بغيت ديال عرض الورقه، يعني باش تجيني شفافه، ولكن ما نبالغوش البنات، ما نبالغوش باش تحل لينا الورقه. الا بالغنا ممكن ما باقيش تبغي تحل لينا او تقطع، او هنا غادي نهزها ونحطها فوق المقله اللي كنأكد البنات تكون على نار مهيله، يعني اقل راس عندكم في الغاز ديالكم تكون النار مهيله. هنا دقيقه على كل جهه كيف كتشوفوا. هنايا البلاصه كنعاود نقلب، كتاخدش معايا، كنسوس النشا اللي يعني كنقصو من فوق العجين، كيتبدل لها اللون شوي، يعني كيولي شوي مغاير. صافي وغادي نحيدها، في هاد الاثناء راه طابط وبتبدا كتفرق وحده على وحده كيف كتشوفوا. غادي نحيدها في هاد الاثناء البنات، كنحل الورقه على اختها مباشره، ما كنخليهاش حتى كتبرد. الجوانب البنات ماشي مشكل يطيبوا ولا ما يطيبوش، ما كيهمش، حنت من بعد غادي نتخلصوا منهم، غادي نوريكم كيفاش طريقه تخلصوا بهم. النتيجه اللي كنحصلوا عليها البنات شفتوا، كنفرقوهم على بعضياتهم بكل سهوله، ورقه تماما بديل الورقه ديال الزنقه اللي نقدروا نستعملوها في كل شيء. هنا غادي نحل ورقه اخرى كيف كتشوفوا، هنا ورقه على اختها، يعني ما ملاصقين ما حتى شي حاجه، كنحاول معاي بشويه وهي باقا سخونه. ملي كنحيدوها من المقله ما كنخليوهاش تبرد، كنأكد عليها. هنا كيف كتشوفوا غادي نحلهم ثاني بثلاثه، غادي نسرحهم كيف كتشوفوا، كتجي رائعه. غادي ندهنهم بزيت النباتيه كيف كتشوفوا بثلاثه، غادي نحط وحده فوق من وحده، وغادي نضيفهم على الورقات الاخرين اللي في البلاستيك الغذائي، وغادي نحتفظ بهم حتى نكمل الكريات الاخرين. هنا البنات غادي نستمروا بنفس الطريقه، يعني كنديروا النشا وكنبسطوا. هنا البنات غادي نستمروا بنفس الطريقه، كنقد كل شيء، الكرات اللي بقاو، هذه الكره الثانيه نفس الطريقه كنبسطها، وغادي نبسط الثالثه، غادي نبسطهم ثلاثه، وغادي نطيبهم كيف كتشوفوا. حاولت ندير معكم هاد الورقه بطريقه مبسطه باش ما باقيش تلقاو صعوبه فيها وبجميع المراحل ديالها. حنت بمناسبه هاد الشهر الكريم غادي نحتاجوها، وغادي يصعب علينا اننا نلقاوها او نخرجوا نشريوها من على برا،
داكشي علاش صوبت معكم هذه الطريقه بسيطه واللي هي بديل ليها تماما. كتشوفوا راه سهله وما صعيباش، فقط نتبعوا المراحل كيف قلت. الاولى كندهنوها بالزيت كيف كتشوفوا، بعد ما كنبسطوها يعني العجين كندهنوه بالزيت نباتيه كنرشوا عليه بالنشا، كنعاودوا نحطوا عليه الكره اللي بسطت الثانيه كندهنوها بالزيت نباتيه وكنرشوها بالنشا. الثالثه كنستعملوا فيها فقط النشا، كنورقوها مزيان، كنأكد على الطريقه ديال الطهي ديالها، ما كتجاوز على كل جهه، ما نتجاوزوش دقيقه في كل جهه، كتبقى بيضه تماما حيت لا طيبناها راه ما بقاتش ورقه. كنتمنى يدخل علينا هذا الشهر المبارك بالصحه والسلامه، ويرفع عنا الله هذا الوباء ان شاء الله بالصحه والسلامه. فقط نبقاو في المنازل ديالنا ونخدموا طريقة بسيطة والأشياء اللي متوفرة في المنزل نقدروا على نعوضوا شحال من حاجة ممكن ناخدها على بعض. هنا في هذا الأثناء كنستمر بنفس الطريقة كيف كتشوفوا، كنستعمل طرق النشا فقط كيف كتشوفوا، كنقدل على الجوانب وانا كنورق يعني نورقها مزيان حتى كتولي رقيقه تماما، غير ما نبرغوش كيف كتشوفوا. انا حاولت نعاود لكم الطريقه شحال من مره باش ما تلقاوش فيها مشكل ان شاء الله. من اول مره غادي تجربوها ان شاء الله غتنجح لكم. كتشوفوا الجوانب ما غاديش نحلو معاهم حيت غادي من بعد نتخلصوا منهم، وغادي نوريكم طريقه سهله باش تخلصوا منهم. هنا غادي نحطها فوق البوطه كيف كتشوفوا فوق المقله، كنحيد على داك النشا الزائد دقيقه وما كاملاش، وكنعاود نقلب في البلاصه. هذا اثناء ملي كنقلبها على الجهه الاخرى كيتحلوا كيبداو لي الجوانب ديال الورقات كيتفرقوا على بعضياتهم الراس. كنتمناكم البنات تجربوها لانها كتجي سهله وكتعوض الورقه اخرى وبسيطه، كتعطينا نفس النتيجه تماما. ما نحتاجوش اننا نكونوا عاشقين شي حاجه نصاوبوها ونحلو على قبل الورقه، بالعكس هنا البنات غادي نحلها كيف كتشوفوا، دائما نحلوها هي سخونه. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم في الشرح حيت بغيت نوصل لكم المعلومه كيف هي. ها هي كيف كتشوفوا، من بعد ما كنحلوها كتجي شفافه تماما. في هذا الاثناء غادي نوريكم الطريقه باش نتخلصوا من هذوك الجوانب ديالها اللي يا اما كيكونوا شي شويه ما طيبينش يا اما ما كيكونش المنظر ديالهم زوين. هنا غادي نحل وحده على وحده وغادي ندهنهم بالزيت النباتيه كيف غادي تشوفوا من نفس الطريقه. هنا ما قطعتش لكم الفيديو باش تشوفوا، هنا البنات غادي ندهنهم كيف كتشوفوا بالزيت النباتيه دائما. حتى كندهن عاد كندير وحده على وحده باش ما يعاودوش يلتصقوا ليا وباش تبقى ليا رطبه. هنا البنات كندهنهم كنحط وحده على وحده على وحده، ومن بعد غادي نجمعهم كاملين يعني دوك اللي في الكيس البلاستيكي الغذائي وهادو، وغادي نحيد لهم الجوانب. غادي ناخذ كيف غادي تشوفوا معايا بطريقه بسيطه
باش غادي نحيدوا لها الجوانب باش تولي الشكل ديالها زوين ومقد تماما نفس القياس. هنا كيف كتشوفوا غادي ناخذ الكميه الاخرى اللي صوبت غادي نحطها على هذوك الكريات الاخرين وغادي نجيب لها اي صحن يعني تبصيل الحجم ديال هذه الورقه وغادي نقطع الجوانب كيف كتشوفوا بسكين. ممكن البنات نقطعوا بالقطعة ديال البيتزا ديك الجرارة ديال البيتزا ممكن فقط كيف درت انايا بسكين فقط نحيدوا الجوانب باش نحصلوا على ورقة بنفس الحجم كيف كتشوفوا. كنتمنى تجربوها البنات وتردوا عليا هي بسيطة وسهلة ومقادر بسيطة وحتى الطريقة بسطها لكم ما أمكن باش توصل لكم المعلومة. وطريقة الاحتفاظ ديالها البنات راه سهلة راه كنحطوها في بلاستيك غذائي ولا سلوفان كنغلفوها مزيان وكنحطوها في الثلاجة حتى كنبغيو نستعملوها. هاد الورقة البنات اللي زوين فيها أنها ما كتنشفش ولو كتبات في الثلاجة. وانا سبقت هذه الورقه حيت بغيت نخدم لكم بها البريوات وبسطلات وحوايج اخرين وشكيلات مملحات زوينين داكشي علاش ما نحتاجوش اننا نفكروا فيها. داكشي علاش قررت نخدم معكم الورقه هي الاولى عاد نخدموا بها حشوات ملحين وحلوين ان شاء الله هذا الشهر المبارك الكامل. كيف كتشوفوا حصلنا على كنحيدوا هذوك الجوانب حصلنا على الورقه بشكل موحد نفس القياس كيف كتشوفوا. هذه هي النتيجه النهائيه البنات غادي نوريكم من بعد ما كندهنوها وكنقطعوا على الجوانب كيسهل عنا اننا نحلو وحده على وحده. كيف كتشوفوا كتجي رائعه ورطبه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها تولي معتمدة عندكم ما تحتاجوش انكم تشريوها نهائيا من الشارع كتجي احسن من ديال الزنقة حيت من خدمتي بتينا وبالصحة والراحة.